السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. طبعا اليوم راح نتكلم معاكم عن النسخه التجريبيه الثانيه للايوس 13.1. اوكي، نزلت الحين في كل الاجهزه الجديده. طبعا خلاص ابل تقريبا وقفت الايوس 13 نسخه، وصلت من السابع وقفت، الحين قاعده تشتغل على الايوس 13.1 نسخه تجريبيه ثانيه. هذه اللي راح تكون تقريبا بتنزل على الايفون 11 برو، ممكن تكون حصريه، وان يعني الايفون 11 راح تنزل عليه على طول، اللي هو النسخه دي تقريبا، هذا على كلام التسريبات اللي طلعت تنزل عليه 13.1. فلو ندخل طبعا الجهاز حقي، حنستخدم الايفون اس اي، استخدمه لي اسبوع يعني، بالدليل اني اقدر اخش هنا واوريكم الهيلث حقه، وان تشوفون كم استخدمته. من ما نشوف يعني يومي كامل جالس عليه، قبل 10 ايام بديت فيه تقريبا من يوم الجمعة اللي راح، وانا جالس استخدمه استخدام طبيعي، جهازي حاط فيه كل شيء لي، يعني لو بنخشينا نشوف متوفر عندي 9 بس من استخدام. فانا تكلمت يوم نزلت الايوس 13 على الاس اي، اكثرهم قالوا لي اوكي نزلته، لان قلت انه سريع، قالوا لان سريع لانه ما تستخدمه انت، وانا ما في اغراضك. لا، الحين انا حطيت فيه كل شيء، حط الواتساب حقي، سناب شات، اليوتيوب، التويتر، يعني كل شيء فيه لي. لما نشوف يعني مثلا نسكر التويتر، شوفوا كيف سرعته، مثلا جهاز برنامج او قصدي النظام سريع، ما توقعت لهالدرجه السرعه. يعني مثلا نسكر مره ثانيه، شوفوا كيف. فحركه حلوه ان النظام على الايفون اس اي كذا السرعه، ممتاز. لما نشوف نفتح الواتساب، نفتح الصور قصدي، نفتح مثلا الخرائط، يعني ما توقعت ان شو كيف. فانصح اي شخص يحدث جهازه على الايوس 13، طبعا الحين اتكلم معاكم من الايوس 13.1 على الجهاز ده، بعدين الايوس 13.2 13.4 ما ادري كيف بيكون على الاجهزه، هل بتغل سرعتهم ولا لا. المهم نرجع الحين معاكم، نخش السيتنج او الاعدادات عام، حاول نشوف البلد نمبر صار هنا 17A5831C. قبل كان عندنا 17A5821E. اوكي، يعني وصل السي الحين قدامنا شوي. لو ننزل تحت برضو المودم تغير الحين 9001، كان اول 9000. فان شاء الله تعدل، لانه صارت في مشاكل في الايو اس 13.1 نسخه التجريبيه الاولى، كانت عندي مشاكل، لكن الحين لما نشوف السرعه او الابراج كامله فحركه حلوه. الاشياء الثانيه ما في شيء جديد نزل، يعني مثلا لو كان عندك شابك على البيتس من ابل، البيتس مو من ابل بس انه ابل شريحه الشركه اصلا، او الايربودز، طبعا الايربودز برضو ما فيها المانع ضوضاء، لكن الايربودز او قصدي البيتس تقدر تضغط هنا، تقدر لو شبكت عليه تقدر تطفي مانع الضوضاء او الازعاج، من هنا تقدر تطفي وتشغله. فحركه حلوه احنا حطوها هنا. طبعا ما عندي، فاي شخص عنده بيتس من شبك عليهم يقدر تطفي وتشغله من هنا، هذا الخيار اللي حطوه. برضو في الاي او اس 13 الاي او اس 13.1 النسخه التجريبيه الاولى كانت في مشاكل ان الشير هنا ما راح تطلع عندك، كانت موجوده بس انه ما تقدر تضغط على اي شيء، الحين رجعوها، تقدر تضغط يعني ترسل الصوره او شيء من هنا. فحركه حلوه ان رجعوها. تقريبا هذا كل شيء. لو نشوف الجيك بنش سويته انا اوريدي، طبعا راح تقارن الجيك بنش بالارقام اللي تطلع لك بالارقام القديمه، لان كنت اول اسويهم على ايفون 10 اس، يعني تشوفه على 11000 12000 هنا لا اقل، لان ايفون اس اي. فالنسخة التجريبية الأولى للآي أو إس 13.1 كان سينجل كور مثل ما نشوف 2530، المالتي كور 4452، الحين 2546 للسينجل، وللمالتي كور 4432، تقريبا ما في فرق كبير، بس إنه مثل ما نشوف هذا الشيء. السبيد تيست ما راح أتكلم فيه كثير، إنه الظاهر إني قاعد أتنقل، يعني ما راح أقارن لكم هنا، بس نجرب الحين معاكم. أن ما على نفس الوايرلس، يعني احيانا اسوي لكم في البيت، احيانا اسوي لكم في الجامعه، احيانا في الجامعه، فالوايرلس يختلف، ما نقدر ندقق عليه بالضبط، لازم اكون في نفس المكان واشبك على نفس الوايرلس والسرعه. لكن مثل ما نشوف الداونلود اعطاني 26 والابلود اعطاني 35، البينج 2. لو بنطلع نشبك على الشبكه مثلا، نجرب مره ثانيه معاكم على الشبكه، فالبينج اعطاني 52، الداونلود اعطاني نقدر نقول 33. طبعا هنا في وسط الجامعة والشبكة فول صح، لكن راح يكون عليها ضغط كثير، لأن كل الطلاب اللي هنا شبكين على الشبكة نفسها على البرج.
فمثل ما اشوف الداونلود 50 والابلود تقريبا 7 بس تقريبا هذا كل شيء، ما في اي شيء جديد في النظام. واصلا حتى حجم السوفتوير اللي نزل ما يعني حجمه صغير جدا، بمعنى مثل ما نشوف 235 ميجا بايت، فما في شيء جديد ذيك الدرجة. أصلا نزلت سوفتوير أبل قلت لازم أسوي لكم، يعني لأن كل الأشخاص بيتكلموا ليش ما سويته فسويته لكم. ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون من فضل دعاكم، والسلام عليكم.